المغرب والجزائر وتونس الى حد كبير برضو اللي ملاعبنا يعني جيده، و فنتمنى ان شاء الله نعمل ماتش كويس النهارده. بص يا كابتن اسامه معانا من ضمن الكواليس عمار حمدي، واحد زعل عشانه كتير يعني، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. لعيب واعد وكان في الماتش حتى الودي الاخير اللي هو لعبه كان افضل، اللي هو قصدي في بطوله رايح يشارك بروحه وقلبه مع اللعيبه في ملعب المباراه. لكن كره القدم كده يعني فيها ده، واحنا شفنا تريزيجيه مثلا من سنه او 9 شهور كان مصاب، والنهارده هو بيأدي في مع المنتخب المصري بكل قوه، فان شاء الله يرجع على خير زيه زي اكرم. يا رب ان شاء الله ربنا يشفيه يعني. ان شاء الله باذن الله.